اديني طب مدخل تاني اللي هو اللقاء بعد سنين باستاذ وحيد تاني فبدون ذكر اسماء. طب ايه انت إيه؟ عامله دور ما انا قاعده اقول لك انها عايزه انها عملت اي حاجه، انا اللي قاعده انبهر لوحدي، قاعده انبهر مع نفسي كده قاعده بسيطه. قروبه قوي. ايوه انت فاهمه انت عامله الشخصيه عامله ازاي؟ مبسوطه مبسوطه فبدون ذكر اسماء. ايوه انا رحت بقى ايه الاستاذ وحيد قلت له ايه بقى الكاركتر وبتاع، قال لي شحاته. قلت له ده تحدي، عامله شحاته وطلع حاجه تانية غير غيري بقى خالص، غير كل اللي خالص بقى. ولا شحاته طفله شوارع متشرده ومكتوب في السيناريو انها ما بتستحماش اصلا. ازاي في موقف حصل كده وانا بشحت في الاشارات، هما كان في فتره الثمانينات العربيه التويوتا النص نقل، فغالبا واحد قايل له ان في تصوير لروبي في مسلسل، فيعني جه من مرسى مطروح غالبا هو بدوي حبيبي. عشان يتفرج على روبي. فالمخرج يلا حركه اكشن، فايه فانا كل هو قال لي روح العربيه دي اللي هو الراجل البدوي سايقها اصلا اللي جاي بيها من مطروح السنه بتاعه المسلسل. والنبي يا عم والنبي يا عم الله خليك. والراجل بقى انا استغربت جدا، هو سايق العربيه بس ويعيط ويعيط دموع نازله من الضحك من اللذينة. بوظ لك المشهد. تاني قاعده تاني مش عارفه اشحت. والنبي عمل ايه ويعيط. فروحت بقى ثانيه واحده قبل ما يظبطوا ما اعرفش ايه، قلت له ممكن اعرف حضرتك بتضحك عليه؟ قال لي اصل الصراحه انا جاي لك من مرسى مطروح وقالوا لي في مسلسل لروبي، فجيت اتفرج على روبي لقيتك كده. شكرا يا عم الحاج. ميرسي.